بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة كونغوستو. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد البرنامج رائع جدا، نتعرفوا عليه مورا هذا الفاصل. هذا هو البرنامج كين ماستر، برنامج رائع. هذه هي واجهة البرنامج، غادي نمشيو للإعلام واختاروا الفيديو اللي غادي نخدموا عليه. أنا وجدت هادو من قبل، أحسن نختاروا فيديو قصير. اوكي، شغل الفيديو. من الاحسن تختار واحد اللوجو تاع القناه وتبدا به ديما. فيديو الطبقات كيف تشوف كل الاعلام، تاثير سطح الفيديو، نص، كتابه يدويه. غادي نختار النص مثلا، لا تنسى الإعجاب، لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة، ثم موافق. غادي نختار النوع تاع الخط، نختار نوع النص. ثم تختار الحجم تكبره وتختار الموقع فين يكون في الفيديو، ثم اللون، تختار اللون اللي يتوافق مع الشاشة. شي لون يثير الانتباه، للتعديلات على الخط، تلاشي ولا منبثق ولا تختار طريقة عرض النص كيف ما بغيتي. كاين العديد والعديد من الطرق باش يبان النص. ثم هنايا غادي تدي ليه الظل على النص، او لا تعلم توهج، او لا خط عريض، ولا لون الخلفية لأنه يعني محتاجهاش، حسن ما ديرهاش. ثم أوكي، وتسحب النص باش يتوافق مع الفيديو من الأول حتى الأخر. ثم تشغل الفيديو، نديرو التمييز تاع الخط كيفاش يطلع، واش هو بطيء ولا تردد ولا نبض ولا توتر، على حسب كيف بغيتي نتا. ثم اوكي،
مشي الطبقات اختار التأثير وهذا التموج باش تولي الشاشة كلها تحت البداية التموج. وغادي نختار سيليكسيوني كل شيء ثم نوافق مع الفيديو. شغل الفيديو وكتشوف الشاشة كلها كتموج. هذا تأثير لا بأس به. جهة الطبقات نضيف خط ثم سبحان الله العظيم موافق. صرنا الخط ثم تحدد لي البلاصة فين بيتي يكون. كذلك تحدد لي اللون. تقدر تختار أي لون بحال هكا. نفس الطريقة باش خدمنا النوع تاع النص في الأول هي اللي غادي نخدمو دابا نيت. ثم توهج نبض باش يبقى هذا الخط تينبض ثم اوكي وتسحب فين بغيتي النص يظهر من البداية حتى الوسط ولا تختار المكان اللي بغيتي يبان فيه النص. فقط تكليك على الشريط وتكليك وتسحب. شغل الفيديو هكا ونعاود خط نضيفو نص آخر. سبحان الله وبحمده ثم موافق. تسحب النص. ثم اللون تختار اي لون بغيتي قلت لكم ثم اوكي. وتسحب على حساب البلاصة فين بغيتي يكون. شغل الفيديو ممكن انك تضيف اوديو لهذا الفيديو نيت. تختار
زائد باش تختار الفيديو الاوديو عفوا، تشغيل أو شغل الفيديو. نعمل الأوديو للتراك مع الفيديو. يمكنك تضيف أي تسجيل صوتي لأي فيديو غير بهذه الطريقة اللي درنا دابا. كذلك دير التعديل كيفاش يتحول من الفيديو لفيديو اخر. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. غادي نضيفو نص، نكتبو اشتراك، تكون على شكل أيقونة مثلا، نختارو النص، نوع النص، ثم اللون. اوكي، ثم توهج. ثم نختار واحد الموقع في الفيديو، الاشتراك بحال هنايا مزيان، ثم تلاشي. وغادي نسحبو نص الاشتراك وميد بطيء، وغادي نسحبو نص الاشتراك على الفيديو كله. هو حنا بين هذا الاشتراك تبان في الفيديو كله هو، اذا غادي نسحبو حتى نهاية الفيديو بحال هكا. خدمو الفيديو. من بعد ما سالينا من الفيديو غادي نقوم باستخراج ديالو فقط. نمشي الى السهم الصغير اللي خارج من المربع، ثم الضغط على الفيديو
اللي سالينا منه. جد الاشتراك ثم حفظ الفيديو في المعرض، وتختار الجودة تاعت الفيديو SD ولا HD ولا 4K باش ما طلعت الجودة قد حتى الميكا تاع الفيديو. غادي نختار HD اذا جرى تصدير المشروع. اوكي، يمكن لك تصدر اي فيديو تعدل عليه وتلوحه في القناة ديالك، ثم تشغيل. هذا هو الفيديو ديالنا كتشوفوا. فقط بهذا البرنامج رائع جدا باش تمونطي الفيديوهات ديالك ودير اضافات كيف ما بغيتي. نتمنى ان هذا الفيديو يتنال الاعجاب ديالكم، متنساوش الاشتراك والاعجاب بالقناة والمشاركة بين الاصدقاء، وجزاكم الله كل خير. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك.